فقد ولج إليها طلة من الأطر والأساتذة الكرام الذين تتلمذ عليه مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين نهلوا من العلوم الشيء الكثير بهذه المؤسسة، مؤسسة مولاي رشيد. سعاد، اخترنا لهذه الدورة شعارا استثمار الماضي والحاضر. هذه فرصة من فرص الحمد والشكر، فرص من الفرص التي منحها الله تبارك وتعالى لهذه المؤسسة الأم، المؤسسة العريقة الخالدة العتيدة. ونحن هنا كلفيفين من جمعية قدماء وتلاميذ وأساتذة وأطر هذه المؤسسة، نلتقي اليوم من أجل تعزيز مضامين الأخوة، من أجل النبش في ذلك الزمن الجميل الماضي لهذه المؤسسة العريقة التي أخرجت العديد من الأطر سواء داخل المغرب أو خارجه. فتحية لكل من ساهم في هذا الإنجاز، تحية للمجالس المنتخبة، للجمعيات المشاركة وكل الشركاء والمحسنين، تحية لكل الإخوة الكرام والأخوات الفضليات اللائي أتينا من كل الأصقاع والبقاع، إخواننا جاءونا من كل حدب وصوب. شكرا كذلك للجسم الإعلامي المواكب لهذه التظاهرة الثقافية التربوية والاجتماعية ضمن فقرات وأثير إذاعة مولاي رشيد. مرحبا وأهلا وسهلا بكم. إذا هذه البقعة الكريمة من مولاي رشيد هي ذاكرة حية. غصب نذكر الحفلة حماسة مولاي رشيد، نذكر قيس الحناد، الثقافة، كل واحدة شلابس تلا لبسة الأمازيغية، انتي زنيت صحراوية، قيس الريوق الحناد، ضحك حد الحناد، عجبيه بزاف، كل شي زين.